عليكم السلام. أنا في الوادي أخي، في منطقة اسمها تريولي. مكان اسمه تريولي. هذا مو تاكسي عادي، هذه حصة تلفزيونية، ناخذك التريولي ببلاش ونطرح عليك أسئلة. لما تعطينا الإجابات احنا نعطوك فلوس. ما فيش. أنت من الأردن؟ أهلا بناس الأردن، مرحبا بك، اطلع، تفضل. واسمع، ربنا رزاق. ربنا رزاق، مرحبا بك في التاكسي المربوح. أهلا بك ومرحبا بناس الأردن. وبناس الجزائر، الجماعة الطيبين. الله يسلمك حبيبي، أهلين أهلين. ما شاء الله. رقدت مستشفى. رقدت مستشفى قبل فترة. في عندي عرق، زوج عروق سكروا. ايوه رقدت المستشفى، اجوني الجزائريين جابوا لي بطانيه وجابوا لي مخده، جابوا لي اكل وقالوا لي داير دراهم ما عنده مشكله. ما شاء صراحه الله. شعبكم الله يوفقكم. الله يسلمك حبيبي، الله يوفقكم. واهلا بيك في الجزائر. اهلا فيك، اهلا فيك والله. قلنا شو اسمك؟ احمد. احمد، اهلين باحمد. انت تشتغل في ايه؟ انا اشتغل في شركه ادويه. شركه ادويه، ما شاء الله. يعني صيدلي او شيميست او لا تمريض؟ زي تمريض. تمريض. ما شاء الله. شوف، راح نفهمك في قواعد اللعبه. نعم. هي اللعبه تاعنا فيها خمس اسئله. سؤال اول عليه 2000 دينار، سؤال ثاني 4000، سؤال ثالث 6000 دينار، سؤال رابع 10000 دينار، والسؤال الخامس 20000 دينار. ان شاء الله يا رب. يستعد؟ ان شاء الله. والله ان شاء الله. في السؤال الاول ما فيش طرق مساعده، لكن ابتداء من سؤال ثاني لو يكون عندك جواب صحيح في سؤال ثاني حنعطيك ثلاث طرق للمساعده. نعم. الاتصال بصديق، الاستعانه بشخص من الخارج، ام 50-50، يعني سؤال يكون فيه اربع اقتراحات وننزع لك اثنين ونخلو لك اثنين. كويس. يلا، سؤال اول سهل جدا. اقتراحات ممتاز، ممكن. سؤال اول ما فيش اقتراحات لكنه سهل جدا. خطا. اين يقع مسجد الزيتونة؟ في الجزائر. في مسجد الزيتونة يوقع عند شو اسمها؟ جامع في بير الزيتونة. لا مش في الجزائر، لا مش في الجزائر، هذا مش في الجزائر. أين يقع مسجد الزيتونة؟ معروف، معروف عالميا هذا المسجد. والله هو يقولوا له جامع الزيتونة، يعني جامع الزيتونة. يلا، بلد قريب جدا من الجزائر. يلا، في تونس. الجواب تاعك تونس. تونس. آخر كلمة تونس. آخر كلمة تونس. والجواب صحيح، 2000 دينار. ما شاء الله. الله يسلمك. مو واحد لما إشي بتسهل ممكن. يلا نروح للسؤال الثاني. نعم. سؤال ثاني عليه مبلغ 4000 دينار. ما هي عاصمة الدنمارك؟ ما هي عاصمة الدنمارك؟ هاي بعرف، هاي الدنمارك بالدول الاسكندنافية. أيوة. هاي عاصمة الدنمارك. تعطيني خيارات فيها؟ هنا ما فيش خيارات. سؤال ثالث فيه خيارات. يلا سهل، جواب سهل. عاصمة الدنمارك. والله أنا رحت السويد. كان أخيراً منذ سنوات. قيم فيه يعني قمة للمناخ. الدنمارك في العاصمة، في عاصمة الدنمارك، وقيمة قمة عالمية للمناخ. لك سؤال ثاني عليه 4000 دينار. الجواب تاعك الأخ أحمد. نعم. ما هو جوابك؟ كوبنهاجن. كوبنهاجن. متأكد؟ متأكد. آخر كلمة. آخر كلمة على الله. للأسف الجواب صحيح، 4000 دينار. ما شاء الله. الله يوفقك. الله يسلمك يا رب العالمين. حق ولله الحمد. مروا للسؤال الثالث. تفضل. يلا يلا، السؤال الثالث يقول: من هو النبي الذي كان يحب الخيل حبا شديدا؟ من هو النبي الذي كان يحب الخيل حبا شديدا؟ هنا في هذا السؤال أخ أحمد عندنا أربع اقتراحات. نحيل اثنين ودخل اثنين. خلينا أعطيك أربع اقتراحات. من الآن ياخذ جوكر. يلا شوف، عندنا إبراهيم عليه السلام، سليمان عليه السلام، يونس عليه السلام، أم إسحاق عليه السلام. هذا النبي كان النبي سلمان.
سليمان عليه السلام. هنا عندك جوكر، ممكن نحذف اثنين ونترك لك اثنين يعني. كويس. لو عندك الجواب مباشرة يلا. لا ما احذف اثنين مشان نحذف اثنين باش تكون مأكد. يلا. ننزع يونس وننزع إسحاق. باقي إبراهيم عليه السلام أم سليمان عليه السلام؟ سليمان سيدي. سليمان نثبت. سليمان عليه السلام. أخ أحمد. نعم. جواب صحيح. 6000 دينار. ما شاء الله. الله يبارك. سليمان عليه السلام. ما الصورة التي عرفت باسم صورة العبادة؟ هنا ما عندناش اقتراحات. شو في صورة معروفة باسم صورة العبادة، يعني ملقبة بصورة العبادة. أعطيني اسم الصورة هذه. سؤال عليه 10000 دينار أحمد. عندك طريقتين المساعدة، عندك اتصال بصديق، ولا ممكن يعني نركن السيارة هنا وتطلب المساعدة من أي واحد هنا من برا. شو سؤال؟ ما الصورة التي عرفت باسم صورة العبادة؟ تكلم صديق؟ من هو؟ بني. بدي أكلم بنت. بنتك؟ لا هنا جزائرية؟ لا أردني. أردنية ما شاء الله. مرحبا. بقول لك بدي أسألك السؤال، بتعرفي شو الصورة اللي صورة اسمها صورة العبادة؟ ملقبة بصورة العبادة. ملقبة بصورة العبادة. ملقبة بصورة العبادة. والله ما بعرف، ما بسألك أنا. ما هي الصورة التي عرفت بصورة العبادة؟ ملقبة بصورة العبادة. لقبها صورة العبادة. يمكن البقرة؟ طيب أوكي. شكرا. ما الصورة التي عرفت باسم صورة العبادة؟ صورة العبادة. أعطينا جواب أخ أحمد. ولا أنا مشيك يا أستاذي؟ ولا أنا عابر؟ أعطيني اسم الصورة، لازمني اسم صورة. يلا نترك في طريق الصواب. على صورة ولا أنا عابد ولا عبد ولا أنتم عابدون وما عبد لكم ما في دينكم ولا دين. وش اسمها الصورة هذه؟ قل يا أيها الذين قل يا أيها الكافرون. صورة واسمها صورة صورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون. صورة الكافرون. نعم. والجواب صحيح. الله يسعدك. الله يجعلك تفضل صحيح. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك بجاه ربك، بجاه شهر رمضان الفضيل. الله يعطيك. الله يعطيك. أنا عندي سيدي خلفيات، بس الواحد يعني لأنه ما بكرر يعني هاي الأمور بنساها. ولا الواحد أيام ما كان في الجامعة وندرس كذا، الواحد الإنسان عنده خلفية يعني بالدين أي بأي شيء. وإحنا الحمد لله مسلمون. الحمد لله. أرى عندك الآن مبلغ 10000 دينار، هو بحوزتك تاعك 10000، وتلحقنا يعني لهنا العتبة. نعم. يعني ممكن لك توقف هنا تأخذ 10000 دينار وتنسحب المسابقة. أو تواصل وتلعب، تروح للسؤال الخامس تلعب على 20000 دينار. لكن في حالة ما إذا كان يروح عليها جواب خطأ راح تنزل المبلغ 6000 دينار وتوقف هنا. السؤال الخامس في خيارات أو ما فيش خيارات؟ سؤال يعني بخص ايش؟ ثقافة عامة. الله يعني نجرب سيدي. نلعب على 20000 دينار؟ يا ناخذ 6000 يا ناخذ. يلا خذ 20000. معليش. بسم الله الرحمن. نواصل على 20000 دينار. آخر كلمة؟ آخر كلمة. يلا نواصل. الأخ أحمد حاب يدي الجاك بوت اليوم و 20000 دينار ان شاء الله. يعني اقصى ربح احنا عندنا في الطاكسي المربوح.
الحصة هذه اسمها التاكسي المربوح. الله يوفقه. الله يسلمك. الله يوفقه. ما هي عاصمة كولومبيا؟ ما هي عاصمة كولومبيا؟ ما هي؟ مرتين يجوك عواصم الدول في المسابقة هذه، في الأسئلة مرتين هما يجوك. جاتنا عاصمة الدنمارك قلنا كوبنهاجن، كوبنهاجن، وجاتنا الآن عاصمة كولومبيا. كولومبيا نسأل ممكن يعرفوا، يعني ممكن أوقف مثلا أستعين تسأل الناس. يلا مش مشكل، يلا نتوقف هنا. عاصمة كولومبيا، عاصمة كولومبيا عندك دقيقتين، ممكن تسأل أي واحد. أسأل اثنين ثلاثة أربعة، مدة دقيقتين. يلا تفضل. وش رأيك؟ السلام عليكم يا أخي لو سمحت، عاصمة كولومبيا شي؟ عاصمة كولومبيا يا براحتي قاعد في راسي. كولومبيا بوغاتو. اسمها كولومبيا. كولومبيا. والله يا اخويا هاي الانسانيه، مش نفس العاصمه كولومبيا؟ عاصمه كولومبيا تعرف شيء؟ عاصمه كولومبيا؟ لا أخ أحمد. نعم. في جواب؟ فيك نفس العاصمة، عاصمة كولومبيا، كولومبيا هي كولومبيا. هذا هو الجواب النهائي تاعك؟ شكون أعطاك الجواب؟ واحد أعطاني الجواب. وكان متأكد من الجواب؟ متأكد، ما فيش غيره. ما فيش غيره. ما فيش غيره. ما فيش، ما حصلتش حد أصلا إلا واحد سألته شابي قال لي كولومبيا كولومبيا. للأسف الأخ أحمد الجواب خطأ. عاصمة كولومبيا هي بوغوتا. بوغوتا. لا حول ولا قوة. معليش، نزلنا المبلغ 6000 دينار والتاكسي المربوح فيه دائما طرق للمساعدة أكثر وأكثر حتى الدقيقة الأخيرة. ممكن أنك تعاود تأخذ 10000 دينار تاعك بسؤال ثاني إضافي. تفضل. يلا. لعل وعسى. السؤال الإضافي اللي يخليك تعاود يعني تأخذ 10000 دينار تاعك، تعاود تأخذ 4000 اللي راحت لك. يقول: بأي صورة ذكرت فاكهة الموز؟ عندنا اقتراحين. نعم. صورة الواقعة أم صورة الحقة؟ الواقع. صورة الواقع. في أي صورة ذكرت فاكهة الموز؟ صورة الواقع أم صورة الحقة؟ الجواب تاعك صورة الواقع. نعم. آخر كلمة. آخر. والجواب صحيح. مبروك عليك مبلغ 10000 دينار اللي تحصلت عليه بفضل التاكسي المربوح. يقول: وطلح منضود. وطلح منضود. نعم. في صورة الواقعة هي فاكهة الموز. نسلموا لك مبلغ 10000 دينار اللي ربحته فضل التاكسي المذبوح. بسم الله. هذه واحدة الأخ أحمد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشر ألاف دينار ربحته معنا الأخ أحمد من الأردن اليوم في التاكسي المربوح. شكرا على يعني المشاركه في حصه التاكسي المربوح. يلا نتفضل برا نشوف المصور ونقول كلمه للمشاهدين. يلا. شاءت الاقدار انه يشارك معنا في التاكسي المربوح الاخ احمد من الاردن. التاكسي المربوح راح يولي يونيفرسال. نزيدو نكملوها هكذا، راح نولو نديرو لكم ماشي غير في الجزائر، نولو نديرو في تونس في المغرب. كلمه للمشاهدين اخ احمد بالنسبه لكم. يعني احنا سيدي بنشكركم، رمضان كريم، بنشكركم جزيل الشكر على هاي المعامله وعلى الاخلاق وحسن الاخلاق، وبتمنى لكم التقدم والازدهار في هذا البلد وفي اي مكان تروح عليه. ايش رايك بالحصه؟ ممتازه جدا وما شاء الله عليكم ومتعاونين جدا وطيبين، واحسن منك والله ما في.
شحال ذبحت؟ شو المبلغ؟ 10,000 دينار. وينهم ال 10,000؟ أيهم ذبحنا 10,000 دينار جزائري. شو راح تعمل بهم؟ والله مشي حالي فيهم. مشي حالك؟ أي نعم. الله يمشي حالك. الله يسلمك. آه مشي حالك. بارك الله فيك أحمد. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا بك في الجزائر. شكرا. سلام. أخ أحمد من الأردن قدر يربح معنا مبلغ 10,000 دينار، جاز فرح ل 20,000 دينار لكن ما قدرش يلقى الجواب الخامس، درنا له طريقة للمساعدة حتى يقدر يريكوبير بيان سور 4,000 دينار اللي راحت له بعد ما هبط ل 6,000 وجاب السؤال الإضافي.